السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من فقره اسعار وبس. وللناس الجديده معانا في التشانل، الفقره دي بقول فيها اسعار الاجهزه وبقول لك رايي في التسعير، هل مناسب ولا لا، وهل في نفس الفئه السعريه بتلاقي حاجه افضل منه ولا لا. وفيديو النهارده هنتكلم فيه عن الرينو 3 والرينو 3 برو اللي كان حفل اطلاقهم من شويه، وصراحه الحفل كان طويل جدا جدا جدا، يعني ما يقرب من الساعه ساعه الا ربع، وما كانوش يسالوا على سعر الجهاز. هو خلينا نكون متفقين ان شركه اوبو اكبر شركه فعلا بتصرف على الدعايه والاعلان بشكل مهول. لو مشيت في اي مكان في الشارع بتلاقي اعلان اوبو 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 في المترو وفي المواصلات على اليوتيوب في اي مكان. ولكن في حاجه غريبه جدا حصلت في موضوع التسعير. خلينا الاول نتكلم على اسعار. الرينو 3 جاي ب 6000 جنيه 5990 جنيه، الرينو 3 برو جاي ب 8000 جنيه. بس الغريب في الامر ان مفيش حجز، يعني الاجهزه تكون متوفره من يوم 3/6. يعني كان متوقع ان يكون في حجز، ويكون مثلا في ايرباز مثلا، او حتى يا عم باور بانك اديني تيشرت عليه اوبو، اديني اي حاجه، اي هديه مع الحجز تكون حاجه مميزه. ولكن لا، على عكس اللي حصل، شركه اوبو قالت لك ان الاجهزه موجوده في الاسواق من يوم 3/6، لا في حجز مسبق ولا في اداء مع الحجز. فبالرغم ان هي اكبر شركه بتصرف على الدعايه والاعلان، فانا مش فاهم الحته دي ازاي وقعت منهم. خليني اتكلم معاك على التسعير بكل صراحه. صراحه كده تسعير الجهاز جه غالي، جه اوفر، يعني جه عكس كل التوقعات. انا عارف ان لو في زرار تحت جنب اللايك كده، او بالمره دوس على اللايك طالما انت عنده، ودوس على الاشتراك في القناه وفعل الجرس. لو في اغضبني كان الزرار ده كان سمع عندنا، مع اني على عكس عاده اوبو ما كناش متعودين من اوبو على التسعيرات دي. هي صدمت الناس في الرينو 6، ولكن كان فعلا في امكانيات جباره تخليك تتجاوز على التسعير الغالي. انما انت بتتكلم في الرينو 3 اللي هو المفروض تحديث للرينو 2 اف، وانا الاقي ان مفيش ابجريد حقيقي يخليني، او ابجريد منطقي يخليني ان انا احدث من رينو 2 اف للرينو 3. يعني عندك المعالج، الاداء مش اللي هو السوبر، الاداء مش اللي هو الفائق، وملحوظ جامد بينه وبين البي 70. لو هتتكلم على تصميم الرينو اوف كان زجاج، الرينو 3 جاي بلاستيك، حاجات كتير جدا من الكلام ده. يمكن الكاميرات هي افضل ما في الرينو 3، وفعلا ابجريد حقيقي بالنسبه للكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. حتى الكاميرا الاماميه بعكنا عليك فيها، يعني مديك كاميرا بدقه 44 ميجا بكسل مع فتحه عدسه غبيه وضيقه 2.4. انا مش فاهم ازاي، يعني المهم الحلو ما يكملش. ولكن هو ده تسعير الاجهزه ب 6000 جنيه والتاني ب 8000 جنيه، فقرار ليك يا صاحبي. فدي كانت كل حاجه في فيديو النهارده من فكره اسعاره بس. اتمنى يكون الفيديو افادك وما اغضبكش وعجبك. ولو فيديو عجبك تعمل لايك، وكذلك لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان تتابع كل جديد. وكالعاده يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.